عن زوز من اكبر منصات يدخلوا الناس يوميا باش يتفرجوا الفيديوهات، وحتى تعتبر من اعرق منصات السوشيال ميديا، عندها سمعه كبيره في المجتمع. والثانيه وحده جديده بصح مكروهه نوعا ما، والناس تقدر تقول ما عطاولهاش حقها، ولا هل هي حقا عباره عن تفاهه ما عندهاش حق. اليوم راح نتكلم عن التيك توك ضد العمله اليوتيوب، وش سبب شهرة التيك توك، وهل اليوتيوب كمنصة فيديوهات عنده منافس. معكم صوفيان، وخلال الفترة هذه اللي غبت عليها أكثر من 6 شهور مانيش قاعد ندير في الفيديوهات، غيرنا نوعا ما صناعة المحتوى. ما درتش اليوتيوب صح، بصح كنت ناشط في الانستغرام، كنت ندير ملخصات على كل الرحلات اللي كنت نروح لها مؤخرا وننشر على شكل ستوريات. بعد نهار خممت وقلت بلا ما نديرش ستوريات هذوك ونحطها في التيك توك، لا ربما يبقاو لي دي سوفونير ليا، والناس على الاقل الناس خرين عجبوهم ستوريات قال لك حطونا نخليهم في بلاصه ما يروح. اذا ماكش متبعني على انستغرام مش قاعد تستنى يا صاحبي، راك مراتي امور بزاف خلاص، والستوريات اللي نحطهم راه 24 ساعه وتروح. فاكتيفيو الرابط حاري في الوصف، روحوا لي ابوني وروحوا في البريفي نحكيو شويه ونحيو على بالنا. العوده كما قلت لكم دخلت للتيك توك، وهذا فيديو واحد برك فهموني مليح، صورته بالتليفون درت له مونتاج في التليفون مباشره وحطيته، المده تاعو ما تجاوز 2 دقائق. رحله بسيطه تاعي رحت للجبل وفي 3 ايام فقط نتحدثوا عن اكثر من 1000 مشاهده، والكونت تاعي يتحرك الى حد ما اكثر من 40 واحد ابونا جديد، والفيديو تاعي القدوم ثاني تحركوا وشفت التفاعل عليهم. هذا الامر يخليك نوعا ما تتعجب. اليوتيوب اللي تصور بكاميرات ودير المونتاج تاعك ومن بعد دير ديزاين تاعك وراه عمل كبير، تحط الفيديو تاعك فيها قليله من الناس اللي تفرجوه، اذا لقاوك مرعب ليس كذلك؟ خلي فهمكم ليه، وعلى بالي كراح الناس راح يجيو يقولك التيك توك عبارة عن تفاهة، ولو الناس يجيوك جيو خطرة يحبوا التفاهة والرقص وبنات وكذا. هدي أعصابك يا أخي، لأنه تيك توك أنا أيضا كنت نحطه هكا، بس كي دخلته وخليت الألغوريثم ندخل في الألغوريثم ندخل في الخوارزمية نخلي التيك توك يعرفني كمستخدم، تبدلت الحال. اكتشفت صناع محتوى هايلين، وبالعكس اصبحت يوميا ندخل تيك توك باش نشاهد فيديوهاتهم. فنعم كاين تفاهه، بصح كاين ايضا جانب مشرق، كاين الناس عليك غير انك تدخل التيك توك وتخير الفيديوهات اللي تحبهم والفيديوهات اللي ماكش تحبهم. اذا جاك حاجه مش مليحه بقى كليكي قول له با انتريسي، اذا حاجه عجبتك دوبل تاب وهكا نخلي الحوايج الملاح يظهروا لكم، حوايج ما تشتهمش راهي بعد من هذه. نبداو باول نقطه، كيفيه الاستهلاك. التيك توك موجه بشكل عام للتليفونات، زعما الناس في التليفونات سمحوا لي بين قوسين بصح الناس كسلة، الناس فنيانين يحبوا حاجه سهله. هذه في بارت واحد، حتى في الالعاب تاعهم في البلاي ستور تلقى الناس يحبوا حاجه خفيفه، خطرها عاده في التليفونات راح تفرجوا تكون برا ولا في البيس ولا في مكان ماكش مرتاح، حاجه تحبها تناولها على الخفيف وتمشي. في حين انه اليوتيوب نوعا ما نحسوا كانوا منصه ضخمه وتحتاج مثلا باش تريح مليح لازم لك كيما في الخلف لازم لك حاسوب، وباش تشوف فيديوهات كامل وتتفرج، لانه تحدثوا عن الجوده تحدثوا عن البرودكشن، وكاين شركات انتاج ضخمه قاعده تضخ الان فيديوهاتها في اليوتيوب. الجمهور اللي قاعد يستهلك مختلفين. ضف على هذا اليوتيوب مختلف في الكور تاعه في القلب عن التيك توك، بصفته انه اليوتيوب هو عباره عن سيرش انجن. واش معناتها سيرش انجن؟ هو محرك بحث مثل جوجل. في حوالي 80% من الناس اللي يدخلون اليوتيوب راح يبحثون عن المحتوى تاعهم، في حين انه 20% هو اللي راح يبدا في الفيديوهات وتبدا تتفرج عشوائيا. التيك توك عكسها، قليل فئه قليله من الناس اللي راح يدخلوا يبحثوا عن المحتوى تاعهم اللي حابينه في تيك توك، انك مباشره تدخل وتستنى تيك توك واش يمد لك، وهذه اهم نقطه. اليوتيوب انت تتفرج واش تحب، كي تبدا تفرج الفيديو حيجيو لك فيديوهات على الجنب، هذه الفيديوهات انت ديجا مطالع عليهم، تقرا العنوان وتشوف الصوره المصغره وتبدا تحكم على الفيديو تاعك واش راح يكون المحتوى تاعو. في حين انه تيك توك ذكي نوعا ما ويستخدم عكس هذا. التيك توك كي تتفرج الفيديو ما عندك ولا صله بوش راح يجي اسفل، ما على بالكش واش راح يجي الفيديو القادم، فبالتالي عندك عنصر المفاجاه عنصر الاستكشاف. اصبرت راه نطلع نشوف واش راح يجي، اصبرت راه نطلع نشوف واش راح يجي، اصبرت راه نطلع واش راح يجي، وتلقى روحك فايت 100 فيديو لا ربما في 10 دقائق. وهذه نقطه اخرى، الفيديو تاع تيك توك خفاف ضرب ساعات تخلين 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانية، هذا هو المحتوى. وزيد انه يخليك مرتاح، حاز التليفون تاعك ديجا في الناتشرال بوزيشن، يعني في الوضعية الطبيعية تاع التليفون تاعك، وغير انك تطلع فيديو تطلع بفرديد. في حين انه مثلا يوتيوب انا بالنسبة لي نحب نتفرجوا هكذا في الهوريزونتال مود باش نقدر
نستمتع بالتجربة كاملة. في اليوتيوب ما تلقاش فيديو تاع ثانية ثانيتين، فبالتالي أغلبية الفيديوهات في اليوتيوب راح يكونوا 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق كان حتى ساعتين. فمثلا في 5 دقائق قد تفرج 5 7 10 فيديوهات في تيك توك مقابل مثلا فيديو واحد ممكن حتى ما كملتيش في اليوتيوب. وهذا الطريقة هذا الاستراتيجية اللي تقوم بها تيك توك، خلي كصانع محتوى ولا كشخص يحب يدير فيديوهات في تيك توك فيديوهات تاعك يظهروا بشكل أسرع وبشكل أفضل للمستخدمين، لأن المستخدمين عرضة للمحتوى بشكل أكبر. زيد ثاني نرجع للنقطة اللي قلتها لكم على الأول، سهولة صناعة المحتوى. سهل بزاف، خلاص صور بتليفون أبلودي، صور بتليفون أبلودي. وهو على الأول يستهدف فئة معينة من الناس، موسيقى عبد يشطح يلم مع بعضهم أدرك في التيك توك والناس تكثروا القلوبة، وهو راح يعجبه الحال وراح يزيد يحط فيديو واحد آخر اللي راح يدير الباز واللي راح يتحرك. فأغلبية الناس اللي في تيك توك حابة تفوت الوقت، حابة تستمتع، حابة باش انا نشوف فيديو زوز تا 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 هزيت معلومة من عند هذا، زيد شوف 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 هزيت معلومة من عند هذا. عبارة اليوتيوب عبارة عن منصة فيها محتوى لائق، فيها محتوى جيد. مانيش كنقول فيديوهات كامل اللي في اليوتيوب هايلين ورائعين، لكن كاين صناع محتوى فريمون قاعدين يتعبوا. كيشوفوا مثلا واحد في تيك توك بالتليفون تاعو فوف دار الباز وطلع ما باليش انا 10,000 20,000 11,000 وماشي ويطلع، ما تغيظك تقول كيفاش انا اسمع نتعب وندير ومن بعد ما ندير. فهذه ايضا صارت واحد المشكل بين الناس، اسكو نخلي اليوتيوب نروح ندير تيك توك باش ننجح. الناس اللي يحوسوا على الباز، الناس اللي يحوسوا على النجاح يقول اصبر نخلي يوتيوب نروح لتيك توك نسبك كامله ما رايحين تيك توك خلي نروح. وهذا النجاح الكبير وهذا الاستراتيجيه اللي يقوم بها التيك توك. اليوتيوب حاول نوعا ما انه يقلدها، عاد يحط دي ستور وعاد يحط دي ريلز وعاد يحط، واللي اعتقد انها نقطة ضعف بالنسبة ليوتيوب، لأنه اليوتيوب كمنصة عندك قدر بالنسبة لنا يا صاحبي، رانا نقدروك رانا نحترموك كمنصة، ابقى كيما راه. هذا هو الفيديو، إن شاء الله تكون عودة ميمونة. فخبروني في التعليق واش رايك أنت، اسكو أنت تخدم تيك توك أكثر، اسكو تخدم اليوتيوب أكثر، كان مرفوض بزاف تيك توك ودرك ولا محبوب، وكاين ناس حتى يقول لك أحضرنا تيك توك من البلاد هذه ما نزيدش نحبوه فيه فساد بزاف فيه. ما تظلمش الحاجة وأنت ماكش شفتها. فهذه هي كالعادة كما كنت صوفيا، نشوفكم فيديو جاي إن شاء الله. Peace.